الأرض حبة، الشارع مش حمل دبة. معاهم رقاصة في وسطهم، ده إعلان أغنية قطر جايلك للفنان عمر كمال وحسن شاكوش، واللي ظهرت فيه راقصة معاهم وكانوا بيغنوا ليها. وبعد ما انتشر برومو الأغنية في الساعات الأخيرة قلبت الدنيا، والكل ساب الأغنية وكلماتها وركزوا في الراقصة. وبقى السؤال اللي بيشغل الشعب المصري، مين هي الراقصة اللي في وسطهم؟ في الحقيقة السؤال ده مش مهم إننا نعرفه، على قد ما مهم إننا نعرف إن كل الأغاني اللي جمعت عمر كمال وحسن شاكوش لازم يكون في وسطهم راقصة أو مجموعة من راقصات، وكأن الأغنية بتنجح علشان الراقصة مش علشان المغني وصوته الحلو. وده بدليل إنهم لسه مكملين في نفس الشكل بعد نجاح أغنية إنتي معلمة واللي كان معاهم فيها حمو بيكا، وإعلان الأغنية نفس إعلان أغنية قطر جايلك، لأنهم كانوا بيغنوا وسطهم الراقصة البرازيلية لورديانا، والأغنية دي كانت من 4 سنين وطلعت ترند وقتها، ومن ساعتها لازم يشاركهم في أغانيهم راقصات. وده كلام الجمهور اللي علق على الفيديو اللي نشره عمر كمال على الانستجرام وكتب أغنية قطر جايلك قريبا. وهنا كنا لازم نسألكم، ليه كليبات المهرجانات بتنجح؟ هل علشان الراقصات اللي فيها، ولا علشان المطربين اللي بيغنوا فعلا صوتهم حلو ويستحق إننا نسمعه؟ السؤال ده ليكم، مستنين ردكم عليه في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنونا في حلقات جاية كتير ومفاجآت أكتر من نجوم الفن.